صباح الخير يا زلمة، طبعا يفتح الفني الصباح لشركة وينزر بروكر. هيضم لكم كريم عيد اليوم 31 يناير 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. أداء إيجابي لمؤشر داو جونز وارتفاعات يوم الجمعة الماضية بعد أسبوع صاخب ومتقلب، اتسمت بأربع الشركات المختلطة والاضطرابات الجيوسياسية وازدياد القوة الاحتياطي الاتحادي. ده طبعا أثر بشكل كبير على الأسواق، ولكن في ختام الأسبوع شهدنا ارتفاع وإيجابية مؤشر داو جونز، عودته مرة أخرى للأداء الإيجابي بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية وبعد طبعا قرارات الفائدة الأمريكية. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة على الأسواق. ما كانش عندنا بيانات هامة بشأن أنها تؤثر على الأسواق بشكل مباشر، ولذلك خلينا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح على الشارت، طبعا محاولات الأداء الإيجابي لمؤشر داو جونز، ولكن وجوده طبعا أسفل نقطة المقاومة الهام عند 34765 ضغط عليه بشكل كبير، ومش هنحدد أي اتجاهات غير بعد كسره. ولكن الأداء طبعا الأكثر توقعا هو الإيجابي مع إيجابية الـ EMA وإيجابية السار والفلات ترين، تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى، كل ده مدعمه لمزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر الـ 34765 عشان يكون المجال مفتوح لل 35110 وراها 415، مرة تانية كسر 765 وراها 110 وراها 415، السيناريو الآخر المعاكس تحقق بكسر 33810 وراها 520 وراها 240. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبتمنى لكم أكيد يوم متداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.